مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. إشكالية الأثر والتأثير، الشغل الشاغل لكثيرين من الشعراء الحقيقيين المنتمين إلى وجع أهلهم والساعين إلى حفر أسمائهم عميقا في سجل الشعراء المؤثرين الذين استطاعوا أن يضيفوا للإنسانية الكثير الكثير. هذا هو الأمل في نفس الشاعر والمأمول من تجربته على امتداد هذه التجربة التي يسعى من خلالها لترك بصمة واعدة تستحق أن يشير إليها الكثير من الناس والمهتمين بالأدب والإنسانية. مشاهدينا الكرام، معنا من جمهورية مصر العربية الشاعر الأستاذ محمود حسن. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، يا مرحبا بك. أهلا بك أخي أستاذ مصطفى، سعيد جدا أنني هذا المساء في صحبتك وصحبة الشاده المشاهدين. والله نحن الأكثر سعادة بك أستاذ محمود. في البداية وقبل أن نذهب إلى شيء من الشعر نفتتح به هذه الحلقة التي من المؤكد أنها ستكون جميلة برفقتك، في البداية ليتك تحدثنا عنك قليلا بحدود ما تود أن نعرفه أكثر عن محمود حسن الشاعر والإنسان وصاحب الطموح، تفضل. أنا شاعر مصري، كاتب مسرحي وروائي، صدرت لي مجموعة من الكتب، يعني التسبيح بالجسد، ديوان شعر، سفر التوسل، ديوان شعر العباسة، ديوان شعر أبي والقطط البيتية، وأخيرا صدرت رواية بنورة المصرانية أو هرموبوليس، وقبلها بقليل مسرحية شعرية آخر ما قال الحجاج، ثم كتاب نقدي حطمه جمود الشعر. يعني شاركت في، أشكرك، شاركت في مهرجانات كثيرة لعل أهمها مهرجان المربد ومهرجان الشارقة للشعر العربي، ونشرت لي قصائد ومقالات في كثير من الدوريات والمجلات والإصدارات العربية، وقدم لي المسرح القومي المصري عام 2021 مصر أرض الأنبياء، ثم 2024 أرض النبوة، وهكذا. هذه سيرة يعني والد لأربع بنات، وبهذا إذا كنت تريد يعني الحديث عن التجربة الشعرية وما وراءها، مهتم باحث في التراث العربي إلى آخره، وأنت تعلم هذا. ما شاء الله، هي سيرة عامرة زاهرة ومثمرة مقمرة لشاعر يعدنا بالكثير من الجمال. نحن نطمع إلى الكثير من الجمال بصحبتكم أستاذ محمود. قبل أي نقاش وقبل الذهاب إلى الأسئلة وما أعددناه لكم في هذه الحلقة، نريد أن يعني تسعدنا بإلقائك الجميل للشعر وتقرأ علينا النص الذي تريده فاتحة لهذه الحلقة. تفضل أستاذ محمود، كلنا سعداء بتشريفك وكذلك بشعرك الجميل. يعني أقول بداية لهؤلاء المرابطين وحدهم هناك في غزة، أقول على لسان أحدهم: كأني إذا ناديت أغرب زائري، وأني مقيم في ثياب مهاجر، أسير ولا مال لدي لأفتدى، على جبهتي تطفى بقايا السجائر، فذا مخرز في بؤبؤ العين ساكن، وكلابة سلت جميع أظافري، وليس أخ إن مت يستر جثتي، وتبتاعني عظما لصوص المقابر. ما شاء الله عليك أستاذ محمود، دمت عروبيا منتميا لهذا الوجع الذي يتجاوز الحدود إلى ما هو أبعد منها، إلى عمق الإنسان الصريح والصحيح الذي يطمح إلى استعادته ونفض الغبار عن روحه. كل شاعر ذي وعي، وأنت منهم ولا شك، في مقدمتهم كذلك ومن غرتهم أستاذ محمود. لكن أقول تفضل له أيضا، تفضل أضف ما تحب. أقول له: لا تبتئس، إن السماوات القديمة لم تزل، والأرض تحتك تحتمل، والله في ملكوته منذ الأزل، فلتسترح هذه المقل،
اغرس بعينيك اللتين تشكتا وجع الدموع ذنابك شجرا يا سلام. وانهارا على هذا اليبس. لا تبتئس وانهض الى هذا الحطام معانقا شجر الفضاء. هم اجرموا لكنهم ابدا قطيع، سوف تلفظه الاراضي البكر، تركله السماء. مت واقفا يا سيد الشهداء، لن يفرط الان سوى حجر الجدار، محطما وجه العدو، مفجرا رمل الغضب. هذه الدماء على ثياب الارض مفخره العرب. يا سلام. لن يجبن الطفل الرضيع ولن تميت الارض شظيه قنبله. هذه الدماء الطاهرات مفجرات الاسئله. وقفوا على اشلاء غزه كالخناجر في الجسد. هذه الصخور على الصدور كانها نزف البيوت. فقل هو الله احد، احد احد، فرد صمد. جاءوا اليك على جناح الصمت والعجز المبرر بالسلام. ايه كن غاضبا ابدا، كن غاضبا ابدا، فلا وعد يجيء ولا اختيار او قرار او حمام. ان الحقيقة سوف يجلوها الغبار وسوف ينفجر الحطام. انت انتصرت، انت انتصرت اذا نزفت الدم او مت. انت انتصرت ولو احاطتك البنادق او اسرت. انت انتصرت اذا اسرت، اذا تبادلت، اذا تقدمت. انت انتصرت اذا دخلت الحرب ساعات طوالا واحتملت. انت انتصرت ولو تعانقت البيوت مع البيوت، ولو تغربت. لكن فقط كن فارسا حرا كما انت. ان المشانق في الفضاء معلقات، في الجرائد، في القصائد، في الروايه والكتب، وعلى البيوت وفي الشوارع، في الازقه، فوق الحوائط، في التخيل، في السرير. مت في الحصار مقيدا مثل البعير، او فلتمت رقما وقد اعطيت هذا الموت حقه. حملوا التراب فلا تدعهم ياخذوه، سرقوا البيادر لا تدعهم لحظه ان يحصدوا حب الشعير ويخبزوه. فلقد اتيت وكل قافله الكرامه تنقذوه. مت واقفا يا سيد الشهداء، فلأنت كل الناس، يا سلام. أنت الوحي، أنت الأنبياء، ولأنت أنت وما سواك الطهر في زمن البغاء. مت واقفا يا سيد الشهداء، مت واقفا يا سيد الشهداء، واجعل من يأتون من بعدك لا يرضون حياة المهانة والذل، وإنما يسعون إلى حياة كريمة تليق بكل حر وحرة. لفظ أفوك أستاذ محمود، أين موقع الشعر من حياتك الخاصة إذا ما أردت أن تعطيه مكانا أو منزلة؟ يعني لك أن تجيب بشكل مباشر بدون الخوض كثيرا مثلا بما يمكن أن يؤرقك من استدعاءات. قل ما تحب بشكل مباشر، أين الشعر من محمود؟ الشعر مكانه دائما عندي وعندك أنت مصطفى كشاعر، لنا تجربة فريدة نقدرها. الشعر في المقدمة هو هذا الهواء الذي نتنفسه، هو الخبزة التي تسد رمقنا، يا سلام، والماء العذب الذي نروي به ظمأ حلوقنا. الشعر هو الصاحب والخليل والضوء البادي من آخر النفق المظلم، وهو الأمل. يا سلام. الشعر أقرب كائن يدور حولنا وفي حياتنا. الشعر أقرب كائن يدور حولنا وفي حياتنا، يعني بدون التفكير طويلا يعني خليني أقول عمق هذه الإجابة، إلى أنها فعلا تمثل محمود حسن، تمثل مصطفى مطر، تمثل كل شاعر صاحب
هم ولا يزال في جعبته الكثير الذي ينبغي عليه أن يقوله في سبيل القضايا التي تستحق أن يسال الكثير من الحبر في سبيلها. أحسنت أستاذ محمود. يعني قبل الذهاب إلى قصيدة جديدة، لعلك يعني تحدثنا أو تحدثنا عن الضوابط التي تنظم معيارية الفكرة الهادفة في الشعر، أم أن الشعر لا يجب أن ينبني على فكرة كبيرة؟ وكما تعلم الشعر هو من يطرق بابك، لا من تطرق أنت بابه. نعم. يدخل حين يريد أن يدخل عليك، يأتيك لحظة فرح أو لحظة انكسار أو لحظة حزن أو لحظة حب. أكيد. يأتيك، فإذا اهتز كيانك له جاءت الفكرة. عليك أن تحسن استقبال الفكرة وأن تعد لها ضيافتها التي تليق بها. وأهم شيء في ضيافة الشعر والفكرة هو الجودة، وأن تبذل نفسك كلها لهذه الفكرة التي جاءتك. لا أكون مبالغا إذا قلت جاءتك كما يجيء الوحي إلى الأنبياء. فهذه اللحظة المقدسة طاهرة والخاصة جدا لابد أن تستقبلها أنت، وأن تدخل داخلك، وأن تتعاطف معها، وأن تصاحبها، وأن ترافقها، كي تخرج أنت بهذه الفكرة مجلوة كبيرة، ثم تدفعها إلى هذا العالم الإنساني كي يجد هو فيها ما يلامس نفسه وذاته، ويقول يا ليتني كنت كتبت هذه الفكرة. مثلا حينما أسمعتنا أنت هذه القصيدة الرائعة في رساء أخيك البطل الشهيد في شمال غزة، استمعنا إليها جميعا وقلنا مصطفى قال ما كنا نريد جميعا أن نقوله في هذه اللحظة المؤلمة في حياتنا والمفرحة لهؤلاء الذين سيقابلهم هذا الشهيد في روح وريحان وجنة نعيم. أشكرك أستاذ محمود. يعني لنؤجل التواصل مع المفكر وصاحب الرأي الأستاذ الشاعر محمود حسن، ونذهب إلى الشاعر محمود حسن الآن وإلى قصيدة جديدة، بعدها نعود إلى الحديث والنقاش فيما يتعلق بما تبقى من أسئلة. تفضل أستاذ محمود، جاهزون لسماعك من جديد. مقطوعة صغيرة جدا على غلاف، لا بأس، تفضل. المسرحية الشعرية آخر مقال الحجاج، أقول فيها نعم الشعب إذا صار على الحاكم يفتح فمه، يا سلام، يأكل حيطان القصر ولا يرجع حتى يلقمه الحاكم كبش فداء. كنه لتبقى الدولة والسلطان وهيبته، كي يتغنى بالثورة مزمار السفهاء، ويقيم على وهم الخبز أكاذيب الديمقراطية والعدل قطيع الفقراء. يا الله يا الله، أكيد الكثير من الجمال لا يزال في جعبتك أو لا يزال في جعبتك أستاذ محمود. هكذا تحدث الحجاج إلى وزيره. جميل جدا، وهذا تصوير عبقري حسن، كما لو أنك استوردت الحجاج وأتيت به إلى عصرنا. أكيد نحن طامعون إلى المزيد من الشعر، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل. بإهدائك هذا الكتاب وأنت في إدارة الخير أخيرا. أكيد أكيد، وأنا سأعطيك انطباعا يعني واسعا ومدروسا حول هذه الهدية التي أهديتني. أنتظر هذا بشغف. ويسعدني يا أستاذ محمود. دعنا الآن نخرج أنت والسادة المشاهدين إلى فاصل، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ونجدد ترحابنا كذلك بضيفنا معنا عبر الإنترنت من جمهورية مصر العربية الشاعر الأستاذ محمود حسن. مباشرة إلى الشعر أستاذ محمود، فماذا ستختار هذه المرة وما النص الذي ستقرأه علينا؟ توطئة عن فكرة النص قبل مضمونه، تفضل. من ديوان أبي والقطط البيتية، القصيدة الأولى، وكنت قد أهديتها إلى فضيلة أبي الإمام حسن عبد التواب رحمه الله. عشت. كان الشيخ
إذا نام الليل المتكاسل عن ورده أيقظ ليلة. يا سلام، أعد زقزق كان عصفور الشيخ أرض. من كان جديد. الشيخ إذا نام الليل المتكاسل عن ورده أيقظ ليلة. زقزق عصفور أو حط يمام، شد المئزر وضأ كله. تتنزل فوق البيت ملائكة إثر ملائكة تترى، تتنسم روح الله فتسري الرعدة في جسدي، لكن ليست رعدة علة. الله أضاء البيت وغرفته وحديقته، زرع الله سماوات القرية بدرا وأهلة. يا سلام، كانت أمي إن وضعت فوق الطبلية رزق الله وفضله، مد يديه ونال أقله. يا كان سلام. الرجل البكاء العارف كيف يقود إلى الرحم المقطوعة رحلة، وإذا مس الأرض بكفه يعرف أين يكون جنين النخلة. والقطط البيتية كانت تجلس في حجره، لا يأكل لا يشرب إلا إن أكلت، إن شربت، لا تحتاج خشاش الأرض فقد أمنت وافترشت ظله. كان أبي مثل طيور الجنة يطعمنا من فمه، يقتسم اللقمة نصفين ويمنحنا قبله. يا سلام. يا كم كنت تصنعت صداعا في رأسي حتى يأخذني بين ذراعيه لعل أبي ولعله. وأنا الآن إذا ظلت خطواتي في صحراء التيه الممتدة واهترأت بوصلتي حتى لم يسعفني ضرب التبانة، أستوحي ضحكته فتلوح القبلة. يا سلام يا سلام، أجملك أستاذ محمود. هذه المشهديات المتلاحقة بهذا التصوير المادي الذي ينسجم ويمتزج مع الروح المعنوية، الروح الحسية التي تتطلع إلى تلك الذكريات فتجسدها واقعاً. أنت تجسد الذكريات بحيث تجعلها كما لو أنها أدوات بين يديك تحسها وتلمسها. هذا التصوير الأخاذ يعني له أثر عبقري عظيم في نفس كل إنسان ذواق ومحب لذكريات الأهل والأعزاء الذين نفتقد إليهم ونحن إليهم كثيرا. أستاذ محمود، قبل العودة إلى الشعر من جديد، باعتقادك كيف يمكن للشاعر أن يكون بحجم قصيدته؟ هل يمكن للقصيدة أن تكون أعلى من صاحبها؟ تفضل. يعني الشعر كما تعلم يا حاول أن مصطفى، تستند إلى الخلف قليلا حتى تبدو الصورة أكثر وضوحا. جميل هكذا، تفضل، وأنت جميل بكل حالاتك. إلى الإجابة التي تود، تفضل. الشعر كما تعلم يا مصطفى هو مقابل الوحي، ودائما الوحي يكون كبيرا جدا. نعم. ويكون له ثقل، فلا شك أن القصيدة تأتي أكبر من قائلها وتزداد فخامة وقيمة حينما يحس الشاعر بقيمتها ويخبزها ويطحنها ويخبزها وينضجها داخله ليقدم للمتلقي هذا المنتج الجديد. نعم. لأنه لا سيطرة له على النص إلا في ساعات الكتابة فقط. نعم. أما إذا انتهى الشاعر من نصه ودفعه إلى القارئ، صار كما قلت في كتابي حطموا جمود الشعر، صار للنص ذمة أدبية مستقلة، ولم يعد للشاعر عليه له لم يعد للشاعر سلطة مطلقة على نصه، ولكن صارت السلطة كلها للنص وللمتلقي. أحيانا كثيرة جدا تأتي القصيدة أكبر من شاعرها، ربما هزه موقف، ربما هزته حادثة، ربما هزه موقف وطني أو قومي، فتجيء هي أكبر من قصيدتي، أكبر من شاعرها. لكن على الشاعر أن يحاول أن يكون بحجم قصيدته إنسانية، حتى ربما يعني أذكرك ببعض أبيات قلتها لك وأنت
وأنت كنت تشرفنا في الأقصر ببيت الشعر، قلت وتكتبه القصيدة الفدائي، وأكتبها وتكتبها يا مصطفى وأكتبها كمسألة اجتهائي، يا فلا سلام. حرفي يعاندني عصيا ولا شعري يلطخ أصدقائي، وعف إن كتبت وعف إن كتبت وعف إن كتبت الشعر عف أطهره كنطفة أنبيائي. يا سلام يا سلام، ما أجملك أستاذ محمود. هكذا يكون الفكر النقي، هكذا يتجلى أدب الشاعر حينما يعني يحاول أن ينبه الشعراء إلى ضرورة أن يكونوا بحجم قصائدهم حتى يكتب لها البقاء مدة أطول من عمر قائلها. طيب، انطلاقا من رؤيتك الشخصية أستاذ محمود، ولك أن تقف على بعض آرائك السابقة، سواء المدونة بكتب أو التي صدرتها لبعض الشعراء والمثقفين في مختلف المنتديات واللقاءات التي جمعتك بهم. ما الدور المفروض باعتقادكم على المثقف من ضميره، من وازع شعوره، بحيث ينتصر للبسطاء والعامة من الناس؟ حدثنا عن دور المثقف بشكل عام والشاعر بشكل خاص هنا. يعني دعني أحيلك إلى العظيم نزار قباني حين قال: الشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء، ولا نايا ريح صبا، لكنه غضب طالت أظافره، ما أجبن الشعر إن لم يركب الغضب. يا سلام. العوام والبسطاء هم المادة الخام النقية من دون شوائب التي يستطيع الشاعر أن يتكئ عليها لكي يأخذها ويبني منها أعمدة نصه. يعني يستطيع هذا الشاعر إذا تفاعل مع قضايا قومه وعصره نعم. ولم ينفصل عنها، ولم يغرب، ولم يقل شيئا بعيدا عن هموم شعبه ووطنه والبسطاء، يستطيع أن يكون يعني جواهرجي، تعبير الدارج كده، جواهرجي يا سلام. يصنع حليا ومصوغات رائعة جدا. البسطاء هؤلاء الذين يحملون هذا العالم على أكتافهم، ولا يعطيهم العالم إلا الفتات، وهم الثروة هؤلاء. الحقيقية لكل شاعر. نعم، هذه المادة الحقيقية كما تفضلت أستاذ مصطفى، لكل شاعر ولكل روائي ولكل قاص ولكل مبدع. إذا لم يكن الشاعر واضعا أمامه بالدرجة الأولى هؤلاء البسطاء، فعمن يكتب وعمن يا يتفاعل، سلام. ومتى يكون ما يكتبه إنسانيا، ومتى يقول لنفسه أنا قدمت لهذا العالم شيئا. ما أعظم البسطاء يا مصطفى، وما أعظم الكتابة عن البسطاء. يا سلام. هؤلاء لا يستطيع شعراء الأرض ولو كتبوا قدر جبالها يا سلام. شعرا وأدبا ورواية وقصة أن يقدموا ما يزن مثقال دمعة واحدة تسقط من عيونهم. ولأننا البسطاء وأنتم نعم. الشعراء لكم الكلمة، وعلينا أن نستمع إلى القصيد من جديد. تفضل أستاذ محمود. من ديوان العباسة أيضا مقطوعة صغيرة على ظهرها. هذا الديوان يعني صدرت إهداءه بكلمتين فقط إلى الإنسانية. يا سلام. محمود حسن، قلت أقول يعني بعض الأسطر الصغيرة: يعبس، أنت ستفهم هذا يا مصطفى جدا، تفضل. يعبس في تاريخ الأمة من يعبس، يندس الحبر الأسود في القرطاس الأبيض، والتاريخ الأسود في التاريخ الأبيض، وتباع الذمة، والتاريخ يزور والخط، ويهجن عرق عربي، والصبت لا بد وأن يلعب فأر التاريخ إذا غاب القط. لا بد وأن يلعب فأر التاريخ إذا غاب القط. ويا لها من حكمة ينبغي أن يقف كل المسؤولين عن فكرة الانتصار للأوطان أن نعم. يقفوا عندها طويلا، سواء كانوا شعراء أو كتابا أو قاصين أو أيا من المشتغلين في مختلف الأجناس الإبداعية المكتوبة. أحسنت كثيرا أستاذ كرة. محمود، ولكن اسمح لي قبل أن نخرج إلى فاصل جديد أن تجيبني على هذا السؤال. يعني هناك من يرى بأن الفجوة واسعة بين الشاعر والمتلقي، هل السائد
هل السائد هذا فعلا أم أن الأمر محدود ولا يرتقي إلى أن يصبح ظاهرة أو أن يكون ظاهرة؟ هذا السؤال في غاية الأهمية يا أستاذ مصطفى، وربما بدايات هذه الفجوة الكبيرة بين الشاعر وبين المتلقي يتحمل وزرها الشعراء السبعينيون، حينما يعني أغرفوا الشعر في الغموض والتعمية، فانفصل المتلقي عنهم وانفصلوا هم عن المتلقي، حتى على حد تعبير صديقنا الأستاذ الدكتور حسام عقل حينما قال عاقب المتلقي الشعراء بأن انصرف عن شعره. وأيضا ما حدث منذ سنوات قريبة جدا مع ما يسمى بقصيدة النثر. هذه القصيدة حتى وإن رسخت يعني وصار لها ثبوتها على يد قلة من بعض الكتاب، وعلينا أن نتقبلها كنوع أدبي جديد، إلا أن المندسين داخلها والذين لا ينتمون إليها والذين ليس لهم يعني تاريخ ثقافي أو اطلاع معرفي واسع بالشعر قبل أن يصلوا أو يكتبوها، أغرقوا أيضا في التعمية وكتبوا أشياء لا يهتم بها القارئ، وانفصلوا تماما عن قضايا أوطانهم. يعني القصيدة صارت شيئا ذاتيا بحتا، أو إن جاز التعبير أو سمحت لي صارت شيئا أنانيا. كنا نتحدث منذ قليل عن البسطاء وعن العوام وكيف يكون الشاعر إنسانيا وكيف يخدم قضايا وطني، صارت هذه الكتابات أو ما يسمونها الكتابات الحديثة يعني كأن بينها وبين التراث وبين الحضارة العربية والإسلامية عداء كبيرا. نعم. وكأن بينها وحتى وبين البسطاء عداء كبيرا، يقول لهم أيها الناس يعني اكتبوا ما يخدم هؤلاء الناس ويفهمه الناس، فيجيبونك نحن نكتب للخاصة. طيب أنت خاصة يا مصطفى وأنا من الخاصة أو نزعم هذا، لماذا لا يحدث هذه الكتابة أو هذا النص أثره فينا أو في غيرنا؟ كل هذا التغريب والتعمية والغموض والانصراف عن مشاكل الوطن والهوية إلى آخره جعلت يعني جسرا كبيرا جدا ما بين الشاعر وبين المتلقي. لكن القصيدة العربية الحديثة الآن وهذا الزخم الكبير الذي نراه في المهرجانات الكبرى للشعر العربي وأيضا في هذه المسابقات الكبرى التي يعني أستغل منصتك هذه الكبيرة لأتقدم بالشكر الجزيل لهذه الدول العربية التي تقيم هذه المسابقات الكبرى مثل الإمارات والسعودية وقطر إلى آخره، يعني أعادت تدريجيا المتلقي إلى الشعر حينما صحح الشعراء يعني خط سيرهم نحو قلب وعقل وقضايا المتلقي. أرجو أن يجد كثيرون في هذه الإجابة ما يبحثون عنه حتى يعني يحكموا مواقفهم جيدا ويعودوا إلى الناس، لأنهم أي الناس المادة الأصلية التي ينطلق من خلالها كل شاعر ليعزز تجربته وتدوم. نريد منك أن يعني تنتقي قصيدة جديدة ريثما نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل سنستمع إليك مباشرة من جديد. أستاذ محمود أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، وكذلك السادة المشاهدون الكرام تفضلوا بالبقاء معنا. فاصل ونواصل. دائما وأبدا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، وعلى الإنترنت معنا الشاعر الأستاذ محمود حسن. من جديد إليك أستاذ محمود والقصيدة، تفضل نريد أن نستمع. أولا ثلاثة أبيات كنت صدرت بهما سفر التوسل إهداء إلى زوجتي. تفضل. قلت لها عيناكِ قد قالت ما لم تقل لغتي، أعادت لي جنوني في مراهقتي، أنسى تفجر من شلالها مطر، مطر يا مصطفى، أنسى تفجر من شلالها مطر، يا سلام، أدار ترسا أميريا بساقيتي، لا تعبئي بطحين الشعر واندفعي، قد شاب شعري وشبت
ثقافيه. من المؤكد انك دائما وابدا تبلغ لديها المنزله استاذ محمود، لا باس في ذلك. واكيد مثل هذه الابيات التي توطد العلاقات ومن خلالها نعترف لاصحاب الفضل واولي يعني خلينا نقول الجهد علينا واولي المؤازره علينا، من الجميل ان يعني نتقدم اليهم بكلمات الثناء والوفاء وتعزيز هذه العهود فيما بيننا. احسنت كثيرا كثيرا. الى القصيده الان. النص عشتار. هذا النص كتب في 21 يناير 2012، وكنت ساعتها في باريس. تفضل. نص قصير يعني. أشتار بين فياف الأرض تنتقل، 50 قرنا ولم يفتك بها الملل. راحت غنيماته الراعي بلا ثمن، لحضن أشتار خبز الأرض ارتحل. ألم يكن راهب الرهبان يعرفها حتى تلعثم، لا حرف ولا جمل. يا فتنة عرجت بالقلب جامحة، والوهم هاء وحور العين تكتحل. يا سلام. أوهمته أنه سلطان مملكة حتى استفيق، فلا نوق ولا جمل. غزوته صحبا كالشهب محرقة، والآن يمسي ولب الوحي يشتعل. يا كسرة الخبز، هل يمضي بطاوية سيف المعز وتبني مجدها الدول؟ الله. أو يذبح العربي الآن ناقته؟ يا كسرة الخبز، هل يمضي بطاوية سيف المعز وتبني مجدها الدول؟ أو يذبح العربي الآن ناقته تلك الوحيدة مضيافا ويرتجل؟ في منجنيقك يا حجاج أسئلة تلهو بثابتنا ليلا وتغتسل. يا أيها القلم المغروس في رئتي، اكتب فإن سجون القهر ترتحل. إن الملوك وقد كانوا أكاسرة راحوا، وراحت جموع الشعب تبتهل. إن الملوك وإن كانوا أكاسرة راحوا، وراحت جموع الشعب تبتهل. أحسنت كثيرا أستاذ محمود، أحسنت فكرا وشعرا وإلقاء. ما هو تعريف الحرية انطلاقا من تجربتك الشعرية، وكيف يمكن لنا أن نبلغ أسمى أشكالها باعتقادك؟ سؤال موجع. تفضل، قل ما تحب، لا بأس. الحرية أن تقول ما شئت وقت ما تشاء بالطريقة التي تشاء من دون الجور أو السطو على حرية الآخرين، ومن دون أن تضر بمجتمعك وأمتك. يا سلام. ومن دون أن يكمم فمك أحد، أو يحجر على رأيك غير ذي صفة. صدقني، الحرية هي المسكن الآمن، والطعام والماء النظيف، وفرصة العمل، وحرية الإبداع. الله. الحرية هي البناء الذي يأتي بالتنمية والنماء والاستقرار والقوة. الحرية يا صديقي هي الشعر بكل أشكاله وطموحاته وقفزاته. فهل يأتي لنا وقت يقول جيلنا الذي يقترب من الرحيل عشنا ولو ساعة من الحرية؟ يا سلام. والله على ما يبدو أننا نحتاج الكثير الكثير حتى نبلغ باب هذه الحرية الذي لا يدق إلا بيد مدرجة بالدماء تنتصر للحق والإنسان أينما كان. أستاذ محمود، إكمالا بهذا النقاش، الجملة الشعرية والقيمة الشعرية والصورة الشعرية هي من محركات الإبداع ومحرضات الإبداع في نفس الشاعر، وهي مجتمعة مكونات القصيدة، وربما كان هناك عناصر أخرى ينبغي حضورها. لك أن تحدثنا عن العناصر الأخرى مثلا. نعم، يعني أذكر ما قاله الناقد الكبير الدكتور محمد عبد المطلب حين قال اللغة، الشعر هو اللغة في الأساس، واللغة لها جماليات. ومن حسن الحظ أن لغتنا العربية غنية
وتملك مقومات ربما لا تملكها لغة أخرى. حضرتك تفضلت وقلت الجملة الشعرية والقيمة الشعرية والأسطورة الشعرية، نعم كل هذه أعمدة وأركان لابد أن تقف عليها القصيدة. بالإضافة إلى شيء مهم جدا جدا، يعني لا يمكن أن نستغني عنه حتى وإن حاول البعض أن يجد له بديلا ولم ينجح كثيرا، وهو الموسيقى يا أستاذ مصطفى. يا سلام. الموسيقى الخارجية والداخلية، النص العربي له وقعه صحيح. في الأذان، وكان الأسهل حفظا والأسهل استشهاد، يعني أنت تستشهد حتى الآن صحيح. حتى هذه اللحظة سنة 2024 القرن الحادي والعشرين بقصائد المتنبي وعنترة تقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمحت كبارق ثغرك المتبسم ثم يخطفك عنترة حينما يذهب إلى جواده ويقول لقد ذكرتك والرماح كأنها أشطال بئر في صورة رهيبة أشطال بئر في لبان الأدهم فازور من وقع القنا بلبانه وشك إلي بعبرة وتحمحمي لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي لربك. يا سلام. ألا تستشهد أنت وتهتز بهذه الأبيات؟ أكيد لا شك في ذلك. ألا تهتز بشعر الفطيئة وطاوي سلاسل إلى آخره؟ ألا تهتز بمحمود درويش حينما يقول سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيأتي بعد صيف؟ الشاهد هنا هو ماء الشعر، يعني الجملة واللغة والصورة والموسيقى كما تفضلت. والموسيقى لابد من الموسيقى يا أيها الناس، لا شعر من دون موسيقى أبدا بأي حال من الأحوال. أنت ربما لا تحب أذنك كما تقول الطرق على النحاس، هذه مهمة الشاعر أن يخرجك بلغته وتراكيبه وصوره من نمطية هذه الموسيقى المتكررة التي تحبها إلى جمل ومقاطع تعطيك لحنا وموسيقى ومقامات مختلفة حتى داخل البحر الواحد. نعم صحيح والله. وأنت مثقف مطلع واسع الاطلاع يا أستاذ مصطفى وتعرف قيمة هذا، ويمكنك أن تستغل بآلاف الأبيات الشعرية أكيد. سواء في عصر ما قبل الإسلام، أنا لا أسميه الشعر الجاهلي أو إلى آخره، أنا أسميه شعر ما قبل الإسلام مرورا بشعر الصدر الأول في الإسلام والعباسي والأموي إلى يومنا هذا. هناك شعراء يستطيعون أن يخبزوا خبزا يشتهيه أو تشتهيه كل أذن وتتلقاه مهما كان قائله أو مهما كان أو بعد عصره. أحسنت كثيرا أستاذ محمود، والحديث معكم حقيقة لا يمل. السؤال القادم ربما يكون حساسا قليلا وفيه من الشخصية ما فيه، عن الغاية المتطلع إليها من وراء كتابتكم للشعر بحيث يكون لتجربتكم الإسهام الواسع والإضافة الحقيقية، حدثني عما وراء كتابتكم للشعر والهدف. لا يا أستاذ مصطفى، أنا مشغول جدا جدا بالإنسانية، قد قلت لك منذ دقائق أنني استطرت ديوان العباسة في إهدائي إلى الإنسانية، يعني الهدف الشخصي هو ترسيخ مبدأ الإنسانية، هدفي أن يعم السلام والمحبة والهدوء وأن يقوم العدل على هذه الأرض التي اختل بها ميزان العدل وملأها الجور، هدفي من الشعر أن يجد فيه المتلقي شيئا يمس قلبه وأن يربت على كتفه، إذا حزن وجد عندي بيتا من الشعر ربما استدر بعده دمعا لكنه استراح، وربما حصل بعد قراءته على بسمة فاستراح. الإنسانية همي وهمك وهم كل شاعر. أحسنت. على هذه الأرض ما دمت متشوقا للانتصار لهذه الإنسانية ومتحرقا من أجل إثبات أهلية السعي والعمل في سبيل هذا الهدف العالي، ما دمت على ذلك قائما فحتما ستعود الإنسانية، كل الإنسانية مشرقة بثوبها ناصع البياض الذي ينتمي للفطرة الأولى التي فطر الله الإنسان عليها، لا تبديل لخلق الله، إلى قصيدة جديدة قبل أن يدركنا الوقت. تفضل من جديد أستاذ محمود إلى الشعر.
يعني أقول جزء من ديوان العباسة على لسان تفضل، أبو نحن العتاهية، جاهزون لنستمع إليك، تفضل. أبو إسحاق الشاعر أبو العتاهية يقول من ديوان العباسة: مشكلة التاريخ الماضي والحاضر جارية يملكها نخاس بعد الحرب الأقدس والقذرة، حين تقدس عرق بشري عن عرقي. كل حروب الدنيا داعرة، كل هذا على مسؤوليتي، كل حروب الدنيا داعرة، إن قام ولي أو ملك جبار طبخي. الحرب صنيعة منحرف أو تلميذ فاشل أو رجل تملكه عقدة أديب أو لوطي شبقي. الحرب جهاد إن دفعت، لكن إن تطلب فقراصنة المرتزق. من عجب أن يبعث ربك يحيى من صلب نبي، طهرا من طهر ووليا من ظهر ولي، فيعود الرأس على طست بغي، يعبس دكتاتور في رأس حسين وعلي. رأسك يا يحيى مهر امرأة عاهرة في التاريخ النزق، أما الرأس البشري فعهد بمواثيق، عهود أشراط وقلادات في العنق. لا يحيى آدم في الوطن الورقي، إذ لا يبقى حمل، إذ لا يبقى حمل. لا يحيى آدم في الوطن الورقي، إذ لا يبقى حمل فركة مخزل في الرحم القلق. أحسنت كثيرا والله يا أستاذ محمود، بهذه الإنسانية، بهذه الله عليك. الروح الشفيفة وهذه الأفكار العالية التي تنتصر بها للإنسان بعيدا عن الطيف أو الحزب. أستاذ محمود، قبل أن نذهب إلى القصيدة الختامية لأن الوقت يدهمنا ولم يبقى معنا إلا 5 دقائق، يعني أريد إجابة ملخصة فيها من الحب ما فيها، وكلمة بحق البلد الذي تنتمي إليه وأمنيتك من أجل مصر العروبة والوطن العربي بشكل عام، تفضل. والله مصر أقول لها هي مصر من ألقت إلى كبد السماء بنبلها حتى انحنت كل الرؤوس لتلتقط. الله. هي بنت مصر بتاجها، هي لم تكن بعض الجواري والإماء، ولم يكن فرعونها سيزيف قط. هي مصر من خطت على حجر الكلام الأبجدية والحروف ولم تكن عرفت نقط. هي أمة إن غيبت عقد الحضارة ينفرط. لكن أقول أيضا: نبي إذا جارت عليه بلاده بنى جبلا مستعصما بحرائه. الله. ينادي على أبعاضه نصف عمره وينجو إلى المنفى بنصف حيائه. يا سلام. ليصنع في كهف المواجع عزلة شياطينه تصغي إلى شعرائه، يموت على عكازه متوضئا ويلقي على الدنيا خطاب رسائه. الله. أما وطني العربي الأكبر، كنا يا أستاذ مصطفى ونحن في الصفوف الأولى من التعليم نؤدي تحية العلم فنقول ثلاثا: تحيا جمهورية مصر العربية، ثم نقول: عاش الوطن العربي. تمنى أن يعود هذا النشيد مرة أخرى ليقوله تلاميذ كل وطن عربي. تقول: تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية سوريا، تحيا جمهورية العراق، ثم نختمه بقولنا: عاش الوطن العربي. أقول: أتمنى له، أتمنى لهذا الوطن العربي الكبير أن يعود وطنا واحدا متحدا متماسكا، أن يعود كل من هاجر أو هجر أو طرد أو سلبت أرضه إلى بلاده. وأقول لهم ولهؤلاء الأحبة الذين يسكنون قلوبنا وعقولنا: لا تتخلوا أبدا عن هذه المفاتيح التي أخذتموها من أرضكم وتحتفظون بها حتى الآن، أو تضعونها قلادة على معاطفكم هكذا، رمز المفتاح، لا تتخلوا عنه أبدا، فسوف تعودون إلى أرضكم حتى وإن تم طمس هويتها وتغيير اسم شارعها كثيرا وقريتها، لكن ستعودون إلى هذه الأرض حتما الطيبة التي أنتم أحق بها، وسوف تبنون عليها
بيوتكم من جديد وتضعون فوق بابها هذه المفاتيح التي أخذتموها معكم في هذا الجرح الكبير الكبير الذي لا يمكن أن يبرأ إلا إذا عدتم إلى بيوتكم مرة أخرى. ولا ريب أن هذا الأمل متحقق بوعد الله وكذلك بإصرار عباده القائمين على مسؤولياتهم المتطلعين إلى حال أفضل من أجل عروبتهم وأهلهم، لا ينفصلون عن هذه القضية التي ينتمون إليها وهذه الإنسانية. فقرة شعرية قصيرة نختم بها هذه الحلقة لأن الوقت أدركنا أستاذ محمود، فما هي الأبيات التي تود أن تختم بها؟ تفضل. من ديوان العباس على لسان برة الجارية التي كانت في قصر هارون الرشيد، تقول برة: لو يدري الشعب المحبوس بجب الدولة والمتسابق في القيد طليقا لا تتعدى سرعته حجلة، لو يعلم ما نعلم نحن عبيدا وإماء لانطفأت في عينيه الهالة والهيبة وتشابه ديباج الوالي والياقات الزرقاء. كان تقدم للساقية العاقر في ثقة يروي جدبه، ما كان الوالي استأثر بالنيل ودجلة أو كان استحوذ دون رعيته خصبة، لكن حين تآكل حبل الشعب السري ما كان لدى يوسف إلا أن يستلطف جبه. في القصر قمور ونساء عارية وفجور وغناء وسجود وقيام وصيام وقراءة قرآن وبكاء، في القصر العزة والذلة وملابس متسخات وأناقة حلة، في القصر شياطين رسل وملائكة خبثاء. لو أنك يا هارون ابن المهدي لم تفتن عقلك جارية من كسرى ولديك زبيدة ما سالت في القصر دماء، لو أنك يا جعفر لم تفتنك امرأة من سادات عربية، لو أن العباس تظلت عذراء من هد السد ولا كفرت بلقيس ولا ذبحت صنعاء. شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا في هذه الحلقة أستاذ محمود حسن الشارع المصري الجميل، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان. نلتقيكم بحول الله وإذنه في الأسبوع المقبل رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.